مرحبا بكم في اللايف الثاني متاع نهار اليوم الخميس 15 جوان 2023. في اللايف الثاني كما قلت في البدايه باش نحكيو القفصه، باش نمشيو القفصه باش نحكيو على مشاكل الفوسفات، مشاكل انتاج الفوسفات ومشاكل السي بي جي شركه انتاج الفوسفات، والزياره اللي عملها قيس سعيد نهار 3 اللي فات لقفصه والتحامه مع المتساكنين والحوار اللي صار ما بيناتهم. ضيفي في اللايف هذايا موجود في قفصه هو دكتور موسى طبيبي، قاعده نرى فيه يتفرج في اللايف، لازم يقبل الانفيتاسيون نتاعي باش يدخل معنا في المباشر. موسى طبيبي هو دكتور وباحث في التاريخ في جامعه قفصه وناشط في المجتمع المدني بقفصه، باش يلتحق بينا توا بعد شويه ربما يقبل دعوتي للمباشر ونعمل مع الحوار، يرجع معنا بالتفاصيل على يمكن يظهر لي الكاسكيت نتاعو كمختص في التاريخ، باحث في التاريخ. جيت قد على خاطر يهمني باش نعرف معاكم منين جات مشكله الفوسفات، من وقتاش، قديمه جديده، شنو اسبابها، الى متى ستتواصل بهذا الشكل. يقولوا مادام كيش نقول مادام الاسباب القائمه هي ذاتها النتائج هي ذاتها، فحاولوا نفهموا منين جات مشاكل الفوسفات، فمش ما نوصلوا في يوم من الايام الى حلول مستقره جذريه ومتواصله في الزمن. ضيفي سي موسى طبيبي بصدد الالتحاق باللايف، ما نعرفش علاش غفو، نعاودوا نبعثوا له دعوة أخرى. هيا مستر موسى، أين أنت؟ لازمك تقبل سي موسى مش ترفض، لازمك تقبل الواحدة تقول أي أوكي، عاود جرب مرة أخرى، الدعوة مازلت مبعوثة عندك. دونك نستنى ضيفي يلتحق بيا، نثبت معاه بالمسنجر. نورمالمون قدامي اجو اون كور، معناها قاعد يجيب فيك لللايف الفيسبوك الميتا، نورمالمون اجو اون كور، هاني نخزر لها قدامي، سامحوني على التاخير، لحظات التاخير هذوما قبل ما نبداو الحوار، تقنية عندها وقت تاخذ زمان نستناوها. عندها هي زادة وقت متاع استيعاب وطاقة متاع استيعاب كما عقل الإنسان تقريبا. سامحني قديني ميساج اجو اون كور، معناها قاعد يضيف فيه لللايف المفروض. ما كاينش توا نعاودو لايف واحد اخر، مش مشكلة، خلينا نشوف هذه تنجح ولا لا المحاولة هذه التنتاتيف هذه، سينو توا نعاودو لايف اخر ودعوة اخرى. Voilà, participation en cours. Voilà.
مرحبا، تمام. يا مرحبا. شنو اللي صار؟ ضاعت فاسني يا دكتور ولا كيفاش؟ شنو اللي صار؟ لا لا، تم مانيش متعود بالمسائل. نستاهل. تعش تعمل ايش؟ بد روحك شوي على يسارك، فوالا خلي يتغطى وكلي بود خشيت مولي. لا على يسارك، على يمين يسارك، هذاك فوالا هكاك هكاك تولي 5 على 5. ضاعت في التصويره، محليها المكتبه وراك. مرحبا بيك دكتور عايش مصطفى عايش عبادي، إذا كنت قدمتك نعاود نقدمك مرة أخرى. أنت دكتور وباحث في التاريخ في جامعة قفصة، تقاري تاريخ في جامعة قفصة وساكن في قفصة، مولود في قفصة يظهر لي. نرديف فردي ما تعرفها كيما تعرف كف يدك معناها. نرديف قلت الصفار مرزاي، مرحبا بك. وبيك حبيبي. دكتور موسى، انا كنت نقول من محاسن الصدفه انك تحمل الكاسكات نتاع الباحث في التاريخ. مش هكيك اول سؤال نساله لك، بالله منين جات مشكله الفوسفات في قفصه؟ وعلاش عندنا مشكله في الفوسفات في قفصه؟ هل المشكله من وقت دوله الاستقلال والا في السنوات الاخيره فقط؟ أولا شكرا على طرحك هالموضوع أستاذة مال، على خاطر موضوع يعتبر حاط اليوم، هو الموضوع اللي تقريب الشغل الشاغل في بالضبط. الوسط الإعلامي وحتى حوار معناه في النقاش المجتمعي اليوم والسياسي، إذا كان نجم نحكي على حوار سياسي. الفوسفات في حد ذاته ماهوش مشكل، هذا اللي يلزم شوية نوضح بعض المفاهيم. معناه الفوسفات ثروة، يعني عمرها ما الثروة تكون مشكل في حد ذاتها، بالعكس هي يعني نعمة. المفروض الفوسفات معناها حاجة تساهم في بناء التنمية وتساهم في دفع الاقتصاد، وهذا اللي تم على طيلة أكثر من قرن من الزمن. يعني المشكل مش في الثروة في حد ذاتها، يعني المشكل في كيفية لا جيستيون، كيفية تصرف في هذه الثروة، كيفية إدارتها، كيفية توزيعها، باهي، وين كيفية المشكل؟ توظيف. شو فما يعني فساد، فما سوء حوكمة، فما طريقة قديمة، وين المشكلة بالضبط؟ فسرها لنا بشكل كونكري، معناها انا بشكل نحب بعد اذنك نحب نرجع شويه للتاريخ. يعني الفوسفات، قيمه الفوسفات في الجهه باش نجم نفهم تطور معناها الظاهره هذه، واليوم علاش اليوم تحاولنا نحكم على ثروه ولا نحكم عليها من ليست بنعمه بل بنقمه. يعني تاريخيا الفوسفات هو سبب وجود الحوض المنجم، يعني اربع مرتنبيات هي العرايس ورديف والدايه والدوله المظله، بالضبط. لم يكن لها وجود قبل 1895. يعني ان وجود الفوسفات هو الذي ادى الى خلق هذه النواتات الحضاريه وتشكل التجمعات السكانيه حول دواميس الفوسفات ومناطق استخراج الفوسفات. يعني ان فضل هذه الثروه هو في خلق هذه المدن وتطورها. كيف التعامل معها؟ منذ الفتره الاستعماريه هي شركه الفوسفات، او كانت تسمى شركه صفاقس قفصه، هي التي كانت تملك كل المنطقه، تملك ما موجود في باطن الارض وتستنزف يعني مجهود من هم فوق الارض يعني باستغلالهم، وذلك بالطبع في ضمن منظومه راسماليه استغلاليه الى غير استعمار، ذلك. كنا في تحت الاستعمار. يعني ويجب ان نفهم ايضا مساله اخرى، هي مكانه هذه الشركه في العهد الاستعماري، و لذلك أن صورة هذه الشركة الاستعمارية تواصلت حتى في ظل دولة الاستقلال. هذه الشركة كانت عبارة على دولة في حد ذاتها، يعني يقرأ تاريخ شركة فوسفات قفصة وتأثيرها حتى في الميتروبول، حتى في فرنسا في حد ذاتها، كانت تتدخل حتى في السياسة نتيجة قوة هذه الشركة التي ساهمت في يعني في فترة تاريخية معينة بدعم الاقتصاد الفرنسي، في دفع الاستثمارات، في مد السكك الحديدية إلى غير ذلك. لذلك الشركة هذه هي التي خلقت النواتات المنجمية، فبالتالي الحبل السطحي أو العلاقة الرابطة بين السكان والفوسفات هي علاقة تاريخية، لأن وجودهم مرتبط بالفوسفات. نتجاوز يعني لا نمر كثيرا على الحقبة الاستعمارية، في فترة الاستقلال بعد بناء الدولة الوطنية تحديد مع السبعينات، حينما قابلت الدولة الوطنية على مغص الفوسفات نهائيا، يعني في شكل نوعا ما تأميم الشركة كليا. هذه الشركة دخلت في أزمة، أزمة مرتبطة بظرفية دولية عالمية في فترة السبعينات، ولم
تكون لها القدرة على منافسة أو أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني. وفي فترة السبعينات الدولة الوطنية توجهت إلى منوال تنموي جديد اللي هو المنوال الليبرالي. هذا المنوال الليبرالي فرض على الدولة الوطنية الاهتمام أكثر بالمناطق الساحلية والاهتمام أكثر بالتصدير وبالصناعات التحويلية، وبالتالي حتى يعني مراكز التحويل لشركة صفاقس نفسها كانت موجودة في صفاقس لأنها مرتبطة، وجابس لأنها مرتبطة بعملية التصدير. هذا الأمر لم ينعكس على السكان الذين بدأت خدماتهم تتردد، لأن الدارس لتاريخ هذه الشركة وإشعاعها على محيطها المجتمعي، هذه الشركة كانت هي الممولة يعني للمرافق الصحية، هي الممولة يعني المستشفيات، هي الممولة لعديد الخدمات، هي الممولة لحتى الجمعية الرياضية، هي التي تبني الطرقات، هي التي كانت تمد السكان بالماء والكهرباء مجانا يعني منذ مطلع القرن العشرين. سي موسى تعرف أكيد راهو اللي في عائلتك اللي أكبر منك، الوالدين أو عموماتك الكبار أو الجدود يحكيوا لك، أنا سمعتهم الكبار كيفاش يحكيوا كيفاش كانت قفصة وكيفاش ولات اليوم، كانت حاجة أخرى، كانت معناها ولاية متطورة جدا 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 بخلاف الانفتاح الفكري متاع السكان متاعها. مرافق الحياة كانت في رفاهية عالية جدا، الناس كانوا عايشين في مستوى في ستاندينغ خير برشا 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 من يمكن من اللي عايشين وحتى سكان تونس العاصمه اليوم. والامر تردد على مر سنوات. لماذا قلت ان شركه فوسفات قفصة كانت دوله؟ لان هي كانت الراعيه للحياه الاقتصاديه والاجتماعيه في الجهه. عندما نقول ان في مطلع القرن التاسع عشر كانت مدن الحوض المنجمي فيها المرافق الاساسيه، فيها الماء وفيها الضوء وفيها معناها بنيه تحتيه متطوره وفيها معناها نوادي رياضيه ونوادي ثقافيه ومراكز تجاريه، يعني هالوضع هذا كل خلقاته الشركه بالطبع، هي خلقاته مش لاجل عيون الاهالي والسكان كما يسمونه، بل لان ثم مجموعات اوروبيه وجاليات اوروبيه، وكان المجتمع هو مجتمع خليط في اجناس متعدده. اضطرت شركه فوسفات ان تستقطب معناها عمال من المغرب، عمال من الجزائر، من ليبيا، من مالطا، وإيطاليين وفرنسيين، ووجدت أحياء كاملة أوروبية. بالطبع هذا كله كان أكثر موجه للسكان الأوروبيين حتى توفر لهم ظروف حياة شبيهة بما كانوا يعيشونه في أوروبا. لذلك علاش كانت مناطق الحوض المنجمي يعني في فترة الاستعمارية كانت قبلة ووجهة الناس للعمل، يعني نتيجة المستوى العيش الموجود فيها. قلت أن المسألة بدأت تتغير خاصة في السبعينات. في السبعينات هناك توجه ليبرالي، توجه ليبرالي دفع الدولة إلى التركيز أكثر على المناطق الساحلية والتركيز أكثر على بعث المشاريع الصناعات التحويلية والمرتبطة بالتصدير مباشرة، وأهمل دور الدولة، دور الرعاية إذن، ودور الدولة في إذن الإحاطة. فبدأ مستوى العيش لهذه المناطق يتراجع نسبيا. الأمر استفحل أكثر في مطلع الثمانينات. في 85 دولة انخرطت في برنامج الصندوق النقد الدولي اللي هو صندوق يعني برنامج إعادة الهيكلة، وكان شركة فوسفات من أولى الشركات العمومية التي انخرطت في هذا العمل، هذا البرنامج. إذن فتم بمقتضى ذلك تسريح ما يقارب 5000 عامل، يعني في إطار ما يسمى الريتريت أنتيسيبي، يعني أو التقاعد المبكر دون تعويضهم. بالطبع هذا أدى إلى انعكاسات نقص عدد اليد العاملة، ثم توجه نحو منظومة إنتاج جديدة تقوم على التأليه العالية من خلال استعمال أولا التوجه نحو الاستخراج السطحي للفوسفات والتخلي عن الدواميس واللجوء إلى الآلات التي ستعوض العمال. إذن هذا كل أدى إلى إخراج كما قلت في ظرف 5 سنوات 5000 عامل إذن من العمل، إذن من مناجم الفوسفات. هذا كانت عنده انعكاسات إيجابية على الشركة من حيث تحسن مداخيلها
وتخلصت من عبء الأجور وإلى غير ذلك، وخاصة الاستخراج السطحي، هذا أدى إلى زيادة القدرة التنافسية للشركة، لكن في المقابل هذه الأرباح لم توظف للتعويض عن السكان، قلة الانتدابات، إغلاق باب الانتدابات، وحصره فقط في مناظرات حسب الاختصاصات، وهذه المناظرات كانت تتم وفق توافقات نقابية وتوافقات قبلية حسب الموازين. فما دي كوتا كوتا معناها كل عرش ولا حاجة كمان هكا عنده عدد معين من ولاده ينجم يدخلهم يخدموا في الشركة تقريبا حاجة كمان لكن مهما كانت بأعداد قليلة وضعيفة جدا. هذا بالطبع هو الذي خلق حالة الاحتقار، يعني وأصبحت في المقابل الشركة هي مطمح كل شباب الجهة حتى من خارج الشهادة العليا. كل حبيبة تخدم فيها فوالا. لماذا؟ لأن الأجور تحسنت بشكل كبير، يعني كي تشوف في فترة الثمانينات بداية فترة التسعينات، يعني عامل يشتغل في شركة أفضل من أستاذ وأفضل من معناها محامي ولا طبيب، يعني هذا جعل الناس ثم فوارق وقعت حبينا ولا كرهنا، أن كل من يشتغل في هذه الشركة سيحظى بكل الامتيازات التي توفرها شركة مستطاع. في المقابل هي لم تفكر في الانعكاسات ذلك على الواقع الاجتماعي. كان سنأتي بعد ذلك إلى بعض الحلول ولماذا تعفن الحال وتعفن الأمر، لكن كان مفروض في ذلك الوقت يعني استشراف المستقبل ماذا سينعكس ذلك. هو في حقيقة الأمر كان نوعا من الاستشراف في بداية التسعينات. ماذا فعلت الدولة لأجل تجاوز هذا الإشكال؟ يعني أن عدم الانتداب دخل في بطانة تأزم الوضع الاجتماعي، تم بعث مشاريع فلاحية في منطقة في بداية التسعينات عام 90 و91 منطقة السجدود 1 والسجدود 2، وتم توزيع مشاريع للشباب حتى إذا بحكم الشركة لم تعد تدب عمال تعويض لهم بمشاريع فلاحية مع قروض، خلق مواطن شغل أخرى مش كان في الشركة، مش كموظفين في الشركة. ما وهذا كان حلا من الحلول التي أجلت الأزمة نسبيا. لماذا؟ لأن كانت صحيح سياسة استباقية استشرافية تعكس رؤية أحببنا أو كرهنا ما كانت موقفنا من فترة هذيك، لكن التنفيذ على أرض الواقع لم تتم المتابعة. هل نجحت تلك المشاريع بغض طموحات الشباب عن العمل في شركة الاستشارات والمشاريع الفلاحية؟ هل نجحت هذه المشاريع في أن تكون أقطاب جذب إذن للاستثمار الفلاحي والخيري؟ لماذا؟ لأن بعد هذه المشاريع لم يرافقه لا تطوير في البنية التحتية والمواصلات، حتى الفلاح ينتج في المنطقة ذيك ينجم يوصل حتى المنتوج نتاعه. أيضا الضغط على القروض دفع العديد منهم إلى التسليم في هذه الأراضي بالبيع والعودة مجددا للبحث عن العمل إذا في فوسفات قفصة والمطالبة بالعمل. وبالطبع هذه التجربة نوعا ما نقول حكم عليها إذا بالفشل، رغم أنها كانت من بين الحلول الممكنة. بالطبع هالوضع هذا باش يتفجر في 2008 في نهاية العمر. نجم تلخص لنا شنو اللي صار دكتور موسى في 2008؟ لأنه أكبر أزمة العبيد تعرفها تثبت عليها وعلى الأقل سمعت بها حتى بعد الثورة هي أزمة 2008 في منجم الفوسفات، أو ما تسمى انتفاضة الحوض المنجم. يعني هي الانتفاضة كما يقال هي القطرة التي أفاضت الكأس، تتمثل في مناظرة، إذن مناظرة في شركة الفوسفات قفصة لانتداب عمال. وبالطبع كان العملية قد شابه العديد من الشكوك حول مدى مصداقيتها، خاصة وأن فيها جزء تم توزيعه في إطار ما قول المحاصصات النقابية والمحاصصات القبلية وتدخل من أصحاب النفوذ وإلى غير ذلك. بالطبع هذا ما فجر الوضع. لماذا تفجر الوضع في 2008 بذلك الشكل؟ لأن الواقع متحفن منذ عشرات السنين. يعني مسألة لامست مرتبطة بانتداب، هي مرتبطة بواقع معيشي، أن مستوى عيش سكان في الحوض المنجمي لمدة أكثر من 30 سنة في حالة من الانهيار والتدهور، لا مرافق صحية، لا بنية تحتية، لا ظروف عيش معناها تحفظ
تحفظ كرامة الإنسان. وأكثر من ذلك الظروف المناخية التي تعي في المنطقة، يعني هي ظروف قاسية جدا، يعني سواء شتاء أو صيفا. وهذا ما في فترة الاستعمار ما كانت الشركة شركة فوسفات قد انتبهت إليه. يعني لو نرجع نحن إلى تلك الفترة سنجد مثلا كانوا تقدم للأهالي مراجعة، كانت تقدم لهم معناها منح للتدفئة، تقدم لهم معناها كل معناها تذاكر للسفر عبر القطار عبر الحافلة مجانا، معناها مرافق علاجية معناها مجانية إلى غير ذلك. كان فما هذا الكل موسى، كان فما نزل وفيهم بيسين فيهم مسابح، هذا الكل اختفى بمرور عشرات السنين، ما عادش موجود هذا الكل. ماذا جنى الأهالي في الأخير؟ جنوا الأمراض، جنوا معناها لأن في النهاية الفوسفات هو ثروة لكنه مادة ملوثة للمحيط، مادة سامة يعني مش حتى ملوثة. يعني هو مادة يعني يعيش في المنطقة يعرف يعني تأثيره على اصفرار الأسنان، تأثيره على الأمراض الجلدية، تأثيره دوره معناها تشوف نسب الأمراض السرطانية في مناطق الحوض المنشي شيء يفزع. يعني فعلا حتى أمراض التنفسية لأن هواء ملوث. هذا كل الأهالي يقدموا في التضحيات، في المقابل ما تمش ريكومبونس، ما تمش اعتراف، ما تمش معناها التعويض على هالوضع اللي يعيشوا فيه. هذا بالطبع تنشوفوا من بين المشاكل هي عدم خلق على الأقل بديل اقتصادي. إذا كان الشركة غير قادرة في مرحلة معينة على أن تستوعب، يعني المفروض خلق بديل اقتصادي. ثم محاولات لتو نحكوا عليها، لكن مدى نجاعتها هذا هو اللي يلزم نقيمه. هكا فهمنا الحكاية كيفاش بدأت من 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 وقت الاستعمار حتى للانفجار اللي صار في 2008 إلى تعافن الأوضاع حتى في ال 12 سنة الأخرين هذوما، لأنه حتى حد من اللي جاوا يحكموا يذولي ما قدموا حل بديل جذري ومتواصل ومستقر في الزمان. نحب نسألك على زيارة قيس سعيد نهار 3 اللي فات القفصة، زيارة جات فجأة مفاجأة معناها حتى حد ما في باله بها. حسب قراءتك، حسب اللي شفته، شو الأسباب أو الأهداف متاع زيارة قيس سعيد للقفصة منذ 48 ساعة إلى الوراء؟ هل كانت هنالك رسالة أراد أن يبلغها للمواطنين في قفصة؟ نستسمح أستاذة قبل ما الحديث عن الزيارة، يعني باش نحطوا الزيارة دي في أي إطار، إطار يعني نحطوها في سياق العشر سنوات الأخيرة على الأقل. العشر سنوات الأخيرة منطقة الحوض المنجمي هي منطقة احتجاجية، منطقة غليان، الفوسفات تم تعطيله أكثر من مرة، وهذا أدى إلى انهيار الإنتاج بشكل قياسي. يعني كان معدل سنوي تقريبا لم يتجاوز 3.5 مليون طن، في حين الطموحات حاليا أن نصل على الأقل 5.7 مليون طن. يعني في سياق الاحتجاج، في سياق كانت هناك محاولات للتحاور مع الأهالي، تحاور مع المحتجين، مع الشباب العاطل على العمل الذي يرى أن من حقه العمل، معناها ولم يكن بالضرورة فقط في شركة بس المهم توفير شغل، المهم توفير مواطن شغل الإنسان. وللأسف يعني طموحات كانت كبيرة مع بعد الثورة، لكن الواقع كان تعيس، وكانت النتيجة إذن معناها مخجلة نوعا ما، لأن حتى المناظرات التي تم إحداثها لاستقطاب لانتداب العمال شابه نوع من كذلك نفس الشيء، شبهات فساد أقول يعني دون غير ذلك، أو لم ترضي جميع الناس. وكان الحل دائما هو اللجوء إلى شركة البيئة والغراس التي تم إحداثها في 2008 كنوع من أنواع امتصاص الغضب أو شراء السلم الاجتماعي للسكان. هي شركات، لا نقول هي شركات وهمية من أي ناحية وهمية، لأن لا تخلق الثروة، لكن هل أن للسكان لهم معناها ما تنتج أستاذ موسى، معناها ما تنتج هالشركات، ما تنتج حتى شيء في نهاية الأمر هذه الشركات.
هو من خلق هذه الشركات يعرف أنها لا تنتج ولن تنتج. نحب نوضح مسألة لأن فيها الكثير من المغالطات. رأس مال هذه الشركات هو في الأصل حق من حقوق السكان حوض المنجم. لماذا؟ لأن الفوسفات، نرجع للبكري، قلت الفوسفات هو ملوث للبيئة. تم قانون أن كل قطاع ملوث يدفع ضريبة للدولة. لأن حتى عندك سيارة معناها غازوال مازوت تدفع حق البيئة، التلوث البيئي اللي هي 150 دينار. هذاك يمشي لصندوق معين من التاكس. ملزم قانونيا بدفع ضريبة للدولة اللي هي ضريبة التلوث. من هو المتضرر بفعل التلوث؟ من هو عاني من الأمراض؟ سكان غزة. هم سكان. إذن هذه الأموال هي حق لسكان الحوض المنجمي للتعويض لهم عن الضرر الذي لحقه من التلوث. يعني أن من حق كل، يعني بالمنطق، لكن المنطق الشعبوية، لست أتكلم بالمنطق العقلاني، توجيه المنطق العقلاني كيفية توظيف هذه الأموال المفروض. أما المنطق الشعبوي اللي يطالبوا به السكان، المفروض أن كل من يولد في الحوض المنجمي عنده منح نتاع التلوث. به دكتور، يعني بمعنى آخر عنده. ارجع لي لو تسمح للزيارة متاع قيس سعيد والسؤالي عن الرسالة التي أراد أن يبلغها لسكان قبصة. هي الزيارة أولا يجب أن نظروا لها من عدة مستويات. المستوى الأول السؤال، لماذا رأس الدولة ينزل بنفسه إلى معتصم مصرف الفوسفات بردك؟ أين هي هياكل التسيير الجهوية والمحلية؟ إذا كان كل مشكل في جرجيس يهبط رئيس الدولة، في صفاقس يهبط رئيس الدولة، في رديف يهبط رئيس الدولة، أين هي الدولة؟ أين هي هياكل التسيير؟ المشكل أن ضربت الثقة وأفرغت هذه المناصب من ولاد ومعتمدين، أفرغت من دورها الفعلي بإدارة الشأن المحلي والشأن الجهوي، وأفرغت لأن ليس لهم أدوات العمل. ثانيا هو انعدام الثقة. انعدام الثقة هذا أحببنا وكرهنا، سأدخل في مسألة سياسية لأن نحن في النهاية نتحدث في الواقع اقتصادي سياسي. أفرغ زاد منه خطاب الرسمي أن يضرب كل ثقة في المواطن مع المسؤولين المحليين والجهويين، وبالتالي اليوم عندك والي ما ينجمش يحكي مع معتصمين، عندك معتمد ولا يلقى الحلول، ولا يلقى الحلول، ولا عنده الآليات ولا الصلاحيات أن يجد الحلول. عندك معتمد ما عنده حتى آلية وما عنده حتى وظيفة وما عنده حتى قدرة على أنه يفك الاعتصام. إذا كان تضرب هذه الوسطات اللي بنيت عليها الدولة، معناها مش نحكي من فترة الاستقلال، من عبر التاريخ من العهد الروماني الدولة تبنى على هياكل تنظيمية محلية إدارية، البلديات، الممثل الحاكم إلى غير ذلك. اليوم هذه مشكلة اتصالية، وبالطبع هذاك علاش ننظر إلى هذه الزيارة من هذا المستوى من بعد السياسي. المستوى الثاني أن التعويل على الموارد الذاتية، وهذا التصريح الذي صرح به السيد رئيس الجمهورية، لابد لنا أن نعول على مواردنا الذاتية دون الوجوء إلى صندوق النقد الدولي لحفظ ماذا؟ وقالها لحفظ كرامته. الكرامة تأتي بالتشغيل. يعني هو الخطاب الذي أراد أن يوجهه للمعتصمين ترتيف، وهنا أريد أن أقول أن هو اتجه إلى الضيف لأنه يعرف أن له لازال له رصيد معنوي كبير من الثقة عند السكان. نذكر حتى 25 بعدها جويلية، سابقة ليلة 25 جويلية كان في رديف ونزل وقال اتخذت هذا القرار حينما رأيت ما بهذه المنطقة المنكوبة من انعدام مرافق الصحية، لا سبيطار، لا ضوء، لا ماء، وظروف كذا، فاتخذت ذلك القرار التاريخي الثوري. هل تغير شيء؟ جوستومون دكتور موسى، ظروف المنطقة لم تتغير من 25 جويلية 2021 لليوم احنا 2023، عامين توا تعداو، عامين تعداو، الظروف ما تغيرتش. حتى لو كان اللي خليه يعمل اللي عمل في 25 جويلية كما يقول هو الألم اللي راه في الوضعية متاع الناس في منطقة النيف وفي الحوض المنجمي. الألم ما زال موجود. السبيطار
ضيف التو بدون حتى جينيكولوج، معناها حتى المرأة باش تولد معناها في حالة خطرة تتوجه إلى مستشفى الجهة. يعني الوضعية المأساوية أكثر من ذلك. العطش فماش حل لمشكلة الماء. تجي اليوم الطالب الناس بأنهم يوقفوا مع الدولة لأجل الكرامة، الكرامة في الشغل، هذا هو اللي طالبوا به الناس، الكرامة في الشغل. أنا ذكرني هذه معناها لأن هذا أن تطالب الناس بالكرامة، هذا أولا لازم الإنسان يكون عايش كريم، يكون هو يقدر هذا المفهوم على الأقل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لازم مستوى وعي عالي جدا لدى الفئات المجتمعية كلها. مثلا هي ضربت الهياكل الرابطة اللي عندها القدرة على تأثير الشباب، ضربت نهائيا، ضربت الواقع السياسي اللي هو الأحزاب على الأقل مهما كان مؤاخذاتنا على العمل السياسي وعلى العمل النقابي وعلى العمل الجمعياتي بما فيه من عيوب، لكن يبقى أحد أشكال وتمثلات الدولة العقلانية القادرة على التواصل مع المجتمع بتاعها، والقادرة على تأطير التحركات وعقلنتها وتوجيهها وبعث الرسائل اللي عندها البعد الوطني والبعد يعني يحفظ كرامة الجميع. هذا يعني جواب على سؤالي، أنه قيس سعيد رسالته للمواطنين وقت اللي مشي لهم قال لهم باش تكون عندنا كرامه ما مدوش يدينا نطلبوا من صندوق النقد الدولي ارفعوا الاعتصام وخليوا الفوسفات يرجع للانتاج. هذا كان يطلب، هو يطلب حفظ كرامه الدوله من الناس يطلبون حفظ كرامتهم في الشغل. كيفاش كان موقف السكان؟ شنو كان موقف السكان من الزياره وبماذا اجاب سكان قفصه الرئيس قيس سعيد اثناء زيارته؟ هو انا ما نجمش نعطيك الانطباع العام، يعني في النهايه اي واحد يتساءل اول حاجه لماذا اتى رئيس الدوله؟ راهو رئيس الدوله يهبط شي حاجه للناس ملموسه تستشعر روحها. قال لكم الشركات الاهليه دكتور موسى، هذا نقول لما تحدث مع المواطنين، انا تفرجت في فيديو وشفت قال الشركات الاهليه. حكاية الشركة الأهلية، أما نحكي البعد الرمزي لزيارة رئيس الدولة لمنطقة معينة، أن أي رئيس الدولة مفروض ينزل منطقة ينزل معاه رؤية واضحة، معاه مشاريع للتطبيق للتنفيذ يستشعرها الناس في تغيير واقعهم المعيشي سواء في العمل ولا الصحة. فماش حلول للعطش، فماش حلول لغياب الأطباء في الجهة، تمش حلول للبنية التحتية، تمش حلول أبسط حاجة هي العطش يعني قلة الماء، يعني تمش حلول المسألة دي، تمش حلول تشغيلية تخلي الناس تلقى ما تأكل في الظرف الصعب الاقتصادي اللي نعيشوا فيه ونعيشوا فيه اليوم. ما دام ما تمش حد شيء تم وعود. أقل واحد يقول كم رغم أعود وأقول رغم الرصيد الثقة اللي يتمتع بها السيد رئيس الجمهورية، ما زالت ناس وحتى معناها صبر الآراء يعطي أكثر من 60%، ما زالت الناس عندها ثقة فيه، لكن إجرائيا وعمليا ماذا ستفعل على أرض الواقع؟ خطوة كيفاش باش تغير واقع الناس هذا؟ هما أمد نتاعها أنهم يعيشوا بكرامة، والدولة الأمد نتاعها أنها ما تمشيش لصندوق النقد الدولي وتعمر على موارد التنمية تعيش بكرامة. يعطي للناس فرص خلق مشاريع خلال الشركات الأهلية، وهو فكرتني أسمى يعطيها الصحة ضيفتي الموالية بعدك في الأراضي بتاع الدولة، والموضوع هذا يتجبد عنده في العشر سنين اللي فاتوا كل يوم يتجبد الموضوع هذا، أنه الأراضي البور اللي تملكهم الدولة تحطهم على ذمة الشباب العاطل عن العمل حتى يستثمر فيهم بشكل مجاني ولكن يلقى مورد رزقه، في نفس الوقت نرجع الفلاحة وفي نفس الوقت الدولة والمجتمع بصفة عامة يستفيد من الأراضي، وهما ينجموا يلقوا مورد رزق يضمن كرامتهم كأفراد، باش الدولة تنجم تضمن كرامتها كجهاز للدولة، ما عادش تمد يدها تطلب وتسيسي من عند صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. شوفوها هي ملاحظة أولى، مفروض منطقة كيف الحال ماشي
راي محور دراسات ثم مركز دراسات استراتيجية قصر قرطاج، على الأقل 4 أعمال، وهو منكب على دراسة المنطقة دي بمشاكلها العقارية، بمشاكلها الاجتماعية الاقتصادية إلى غير ذلك. ما لا ما تماش أراضي دولة في منطقة حوض المنشي، كلها جزء تاع المراحل هو أراضي عروض، وهذه مشكلة يعني لم تحل إلى حد الآن، عملية التقسيم وغير ذلك، والباقي هو من شركة بسباش. تعرف أن الساكن في البداية مثلا ما عندوش تيتر بلون الدار بتاعه باش ينجم حتى يرهنها في البنكة ولا يهز عليها قرض، لأنه ماهيش ملك، لأنه ملك شركة بسباش. هذا هو هذا قانوني، معناه ما تماش واحد عنده شهادة ملكية في الدار. بقية الأراضي فيها إشكاليات، لأن أراضي عروش في كيف تقسيمها ونعرف مشاكل الموقع حول هذا. المفروض أن تكون هناك رؤية عقلانية ملمة بالواقع، استشارة للناس اللي عندها دراية بالواقع المحلي والجهوي، ثم خبراء، ثم باحثين، ثم طلبة بحثوا في المجال الذي يقدموا دراسات، ثم مختصين في الاجتماع ومختصين في الاقتصاد قدموا كل شركة فسفات قفصة في حد ذاتها، يعني فيها من أكبر الكفاءات على المستوى الوطني الشركة في حد ذاتها، يعني هي فيها أكثر تقنيين وأكثر مهندسين قدرة. لماذا لا يتم الفتح؟ لأن هناك ضرب بمفهوم منسوب الثقة مع الشركة، ضرب بمنسوب الثقة مع نخبة المجتمع، ضرب بمنسوب الثقة مع المسؤولين الجهويين. راهو نقول بغض النظر على كل ما يقال وما تم، لكن راهو كي نضربوا الثقة مع المحيط المجتمعي بما فيه من فاعلين نقابيين وسياسيين ونخب مثقفة وغيرها، راهو ما تنجمش تبني وما تنجمش تصلح وما تنجمش تقدم الحلول. كي نرجع لمسألة الشركة الأهلية، الشركة الأهلية بكل بساطة يعني أنا تراجع لك النقطة في فترة التعاقد ما بين 64 و 69، تجربة التعاقد اللي هي تجربة اشتراكية حتى بالمفهوم الماركسي، يعني الاشتراكية هي مرحلة عليا من الوعي المجتمعي والطبقة، يعني الاشتراكية وقتاش نوصلوها وقت توصل المجتمعات إلى مرحلة من النضج أنها تصبح قادرة على فهم معنى المصلحة المشتركة والعامة، وقتها نطبقوا الاشتراكية. مش من نحن في مجتمع مازال مش فيه الملكية الفردية برك، يعني نزع القبلية والعروشية، تجي طالب الناس بالمصلحة العامة في فترة الستينات، فترة تجربة التعارض. علاش فشلت؟ فشلت لأن مفهوم المصلحة العامة لا زال لم يتبلور في المجتمع أكثر من 80% منه أميين، حتى اللي يعطوه الدراكتور يطار تعاضدية مشابع طاير، معناها حتى اللي يعطوه أرض ما يخدمهاش يقول لك تول يخدم جاري ونكسه المنتوج. فهم للمفهوم الاشتراكي هالنموذج اللي فشل، اللي دار بالكاشف أنه يضطر يلزم مجتمعات راقية، مجتمعات وصلت إلى درجة عالية من الوعي، تجي تطبق اليوم في مجتمع ما زال حبينا ولا كرهنا مجتمع تونس كامل والمجتمعات العربية وما إلى ذلك على المستوى المحلي، هل أنك تنجم تحكي على المصلحة العامة؟ ما تنجم تحكي على المصلحة العامة مع ناس باقتة لكرامتها، لأنه مش لاقي عمل، لأنه مش لاقي صحة تحفظ له كرامته، مش لاقي طريق يمشي فيه مرتاح، مش لاقي إدارة تحفظ له كرامته في تقريب الخدمات، مش باش يتنقل باش يداوي يمشي من الضيف ولا من العرايس ولا المضيلة يمشي لتونس ويمشي لصفاقس. هذا مش يجي طالب باش يكون وطني ويجي طالب باش يكون عنده كرامة. واضح وعقلاني جدا الكلام اللي تقول فيه ومعقول، وبالحق انا استفدت بالقدام بالتفاصيل ومالتفسير اللي انت فسرته. نتصور ونتمنى انه الناس اللي تابعوا فينا زاد هما فهموا بالقذاب القذاش هي المشكلة في قفصة. سؤالي الأخير وأرجو أن تجيبني عليه بسرعة إذا كان تسمح، مش منديتش نخلي بيه في نستنى وأكثر. وعلى كل حال مازال فما بورا فرص مدينتنا، إن شاء الله نعود نرجع لك وبكش توجب أحدنا هنا في تونس ونريد نعمل حوار آخر مطول ومفصل أكثر على ما يحدث في قفصة أو على ما سيحدث في قفصة، حتى نتصور اللي بعد زيارة هذه دوسي ما تسكرش، دولي دوسي تحل ودولي قيس سعيد باش يلقى أو باش يلقى طرق جديدة تتباحث فيها حسب هذا اللي تعرفوا أنت واللي تعرفوه أنتوما اللي عايشين الواقع اليوم في قفصة. أين هو الحل الحقيقي والناجع في
المشكله اللي تعيشها ولايه قفصه الكل وشركه الفوسفات. شنو هو الحل؟ اذا الشركات الاهليه ليه؟ الدوليه ليه؟ دونك وين الحل؟ شنو هو الحل الصحيح؟ هو الظاهر نحكي على زوج مستويات. المستوى الرسمي الظاهر على المستوى الرسمي هناك حل. ونتمنى ان الخطاب الذي جاء به السيد رئيس الجمهوريه ذكر بانه تم هناك اجتماع مجلس الامن القومي 23 افريقيا، بمعنى ان مجلس الامن القومي تناول الموضوع وحط ووضع سيناريوهات ممكن. بمعنى اخر ان هذه الزياره جاءت لترفع الحرج عن السيد رئيس الجمهوريه، هل يجيبكم بيت نبهت عليك الفوسفات يلزم يخرج منطقه الدوله، هو ليس منطقه يعني استعطاف، هو منطقه قرار، هناك قرار تم اتخاذ، وهذا ما نخشاه ان يتم اللجوء الى القوه، ونتمنى ان يتم ذلك. قد يكون حل لكنه سيعمق المشكله، ليس حل جذري. باش تخرج الفوسفات عام واثنين وثلاثه، لكن المشكله ستتراكم وستنفجر يوما ما، وهذا ما لا نريد. الحل الثاني العقلاني اللي يلزم هو التشاركية في تشخيص الإشكاليات وإيجاد الحلول. إذا كان ما نشاركوش الناس كل إيجاد الحل، أولا إعادة الثقة، ويكفينا من ضرب الثقة في كل من تحمل مسؤولية في هذه البلاد دي، إعادة الثقة وبناء الثقة ما بين الأهالي في حد ذاته، ما بينهم هما والشركة، ما بين هما والنقابيين، ما بين هما وكل نشطي في المجال المجتمع المدني وحتى السياسيين. إذا كان ما تمش حلول في إطار رؤية شاملة ويتم على مستوى على الأقل الأمان الاجتماعي على مستوى التقني، شركة فوسفات قفصة خلوها تنفتح على شراكات دولية وتشوفوا الانعكاسات، خلوها تبعث أنشطة بديلة، مش أنشطة وهمية، أنشطة بديلة فعلية تشيها مثل الفلاحة اللي كنت تحكي عليه. أعطي قروض للشباب وما تخسرهمش، أعطيه قروض مطولة مش يرشحهم بعد 10 و15 سنة، وأعطيه أراضي فلاحية وفجر له الآبار. الأراضي ممتدة، نحن على مائدة مائية من هي الثالثة في إفريقيا من جنوب تونس إلى حدود ليبيا والجزائر. لماذا يتم استنزاف المائدة هذه العميقة في الجزائر وفي ليبيا؟ شوفوا واد سوف ماذا تنتج اليوم، هي تمول الجزائر كلها. خل الشباب أعطوهم إمكانيات، أعطيهم قروض والإحاطة والدراسات وتوجيههم نحو قطاعات منتجة خاصة الفلاحية. أعطيه هو المبادرة الفردية مش المشترك الجماعي، أخطانا من المصلحة، أعطي المبادرة الفردية الخاصة هي اللي تبني الاقتصاد وتخلق الثروة. العمل التشارك في المجتمع معناها الاشتراكية ماهوش وقتها، ولا يمكن أن تنتج الثروة، وأنا شفناها في مناطق أخرى. شنو أنت؟ هذاك علاش؟ اليوم تم حلول بديلة، الشركة يلزم تقوى، كيفاش تقوى؟ هذه فرصتها اليوم الاقتصاد، قيمة الفوسفات على مستوى عالمي مطلوب، لماذا لا توسع شراكات مع شركات في نفس القطاع أو غير بالضرورة؟ اليوم ثم ما تسمى الهولدينجات وثم الكارتيلات وثم كذا، تنجم شركات تاع بترول تتكتل في المدبل. اليوم لو تزاد راس مالها تنجم تخلق نواتات أخرى تاع صناعات تاع الديريفين تاع الفوسفات، تخلق أسواق أخرى. علاش نبقوا في إنتاج تاع 3-5 مليون طن؟ نجم عندها قدرات تنتج أكثر، وكي توفر الثروة تخلق نواتات نتاع إنتاج ثروة وهي ترتاح في نفس الوقت. هذا كله من يجي الثروة هذه يلزم تكون جزء منها توظيفها من حولها. راهو هذا مطلب تم في 2008 وللأسف ما استجبولوش، أعطينا جزء من عائدات الفوسفات. لو تم هذا على عندنا تو 12 سنة، راهو الوضع مش هو هذا اللي نشوفه اليوم. لو خصصت 5 أو 10%. ان شاء الله ان شاء الله الدوله ان شاء الله يحكوا يسيروا في الدوله اليوم يسمعوه الكلام هذايا وينفذوه المره هذايا، مش يسمعوه ويتجاوزوه وتتقعد المشكله قائمه الذات كما هي. شكرا لك دكتور موسى الطبابي، عاود نذكر رسالة باحث في التاريخ في جامعه قفصه وناشط في المجتمع المدني
ومواطن من ولاية قفصة، كنت تفسر لنا شنو هي المشكلة نتاع الفوسفات نتاع شركة الفوسفات في قفصة، ما هي مطالب السكان، وكيف كانت زيارة قيس سعيد رئيس الجمهورية نهار تافا اللي فات. لن نعود، إذا فما متابعات أخرى في الملف نتاع الحوض المنجمي وشركة الفوسفات نعود ونرجعوا ونعملوا قراءة ربما للمستجدات نتاع الأحداث القادمة. شكرا لك دكتور. مرحبا. شكرا. بعد شوية سأكون سعيدة باستضافة خديجة إبراهيم هكا وسي عيسى إبراهيم. أخت شيماء عيسى والد شيماء عيسى بعد شوية معايا. شكرا لك.